بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح أوامر 3 دي أوتوكاد، والنهاردة هنتكلم عن بليند. البليند بنلاقيها في المنيو بار اللي فوق عندي هنا في سيرفيس وبعدين كرييت وبعدين بليند. أنا هشرح النهاردة بليند، تمام؟ أنا هاجي أرسم بلانر بالشكل ده كده، وأجي أخد منه كوبي، تمام. وعايزة اعمل بليند اربط ما بين الاتنين، اللي هي بليند. اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي اروح على بليند من هنا، بيقول لي اول حاجة الفيرست سيرفيس اتش، انا هختار اللي فوق ده، تمام. وبعدين هدوس بيمين ماوس انتر، وبعدين اختار السكند سيرفيس بالشكل ده كده، وادوس بيمين الماوس انتر، عمل لي بليند، ربط لي الاتنين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدين ظهر لي امرين زي ما احنا شايفين كده، الامر الاولاني اللي هو continuity، والامر التاني bulge magnitude. الامر دي الاول بيتغير لي شكل المنحنيات اللي عندي، فانا هدوس على الاولاني كده. هنا بيقول لي الفيرست ايدج هخليه جي 1 ولا جي 0، فمثلا هقول له خليه جي 0، والسكند هخليه برضو جي 0. عملهم لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو انا دوست عليها تاني هخلي فيرست اتش جي 0، و هدوس انتر، وبعدين السكند هقول له جي 2، غير لي المنحنيات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو انا اخترت بالج ماجنيتيود بدوس عليها بالشكل ده كده، هنا بغير المنحنيات عن طريق ان انا بديله الرقم اللي بغير بيه. فانا اول حاجه هقول له اعمله لي مثلا 0.50 زي ما هو موجود، والتاني مثلا هقول له اعمله لي 1، وادوس انتر. شايفين؟ غير لي شكل المنحنيات. بعد ما بخلص خالص بدوس بيمين الماوس انتر، بخرج من الامر. لو جينا احنا شفناها شيدت اهي. ممكن بقى لو انا دوست على الشكل نفسه بالشكل ده كده هيظهر لي اسهم زرقاء زي ما احنا شايفين. طيب الاسهم الزرقاء دي ممكن اعمل بيها ايه؟ لانه دوست على السهم ده مثلا بالشكل ده اهو، بيديني برضو البوزيشن اللي هو جي 3، التانجد جي 1، الكيرف جي 2، تمام. فانا مثلا هقول له غيره لي هنا جي 0، شايفين بيتغير معايا نفس اللي انا كنت بعمله اهو، جي 1 جي 2 بالشكل ده كده. طيب عندي ده لو انا دوست عليه كده نفس الكلام انا بغيره، اللي هو الفيرست ايدج برضو هخليه مثلا جي 0، هو موجود عندي جي 0. طب جي 1 شايفين اتغير معايا اهو، جي 2 اتغير الشكل معايا. يبقى انا ممكن اغير في الشكل عن طريق الاسهم اللي موجوده هنا. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نستخدم امر بليند سيرفيس في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلاص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.